هذا شحال في ايام زمان، قبل ما يتعلم الانسان يزمن بالاقلام. كانوا العقال كيخموا تخمام، ينجوا من الخيال حكايات ووهام، نظموها في كلام حفظوها الفهام، وخلاوها ورث من جيال لجيال. تبعوا معايا في كل ليلة، نصربوا خيوط حكاية وقصة جميلة، وسعدات اللي روى وفهم كلام القدام. رمانة وبرتال، رمانة وبرتال، قصة وحديت وحديت واوا وشلا كلام، قصة وحديت وحديت واوا وشلا كلام. حكمة ومثال، حكمة ومثال، ما محفوظة في الواح ما نسمى بقلام، ما محفوظة في الواح ما سممها زمام. والله ليلى باز، عمري ما شفت شي واحد في الزعامة ديالك. درتي هاك حلا زحلة ومن ليلة الأولى شي لا غير هادي، أو الله لدوز هالك طريفة سليمان الصغبية. وحتى سيدي سحت لي وخي يبغي يسمح ليك غادي يتحرشوه عليك. رمانة أمو الفقيل، قولي نعم جاوبيها. علاش سكتي المزغوبه زيدا فيه؟ وراها كتشوف فيا. واخا كتشوفك خاصك تجاوبيها باش تيقن. لحقاش عندو من واحد هنا ما كيتي غير باللي شافت عينيه وسمعت ودنيه. وحتى الا شافتك بلا ما تسمعك يحسب ليها غير تخيلتي ليها. رمانه هرمان حضرة، وجدي راسك، راك غادا تحضري في مقام سيدي تحت الليل. غدرت وخنت العهد اللي عطيت. اللي در ما درتي السهل فعرفنا يتقطع على الراس، ولا إني ما كاين بس أنا غادي نسامحك ونعفو عليك. عرفتي علاش؟ وقيلا حيت حسيتي براسك نعمة سيدي غادي تلقى في خرايفي دواك وراحت بالك ياك سيدي؟ والليلة إلا مشيتي حكيتي لي شي حكاية اللي تخليني عاوتاني بلا ما نشعر تخفي العينية ويديني النعاس. أعطاني العاطي، ما نحرط ما نواطي، نشرط ونتشرط ونطلب اللي بغيت. لا 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 سيدي، غير كنبسط معاك، ما نشرط ما نتشرط ومولاي ما يفرط. راه ما تبكي يا وليدي برطال، رمانة كلاو هاد الدياب. ما تقوليش هكداك مرات عمي، رمانة مازال حية ومازال ترجع تكون كلاو هاد الدياب. كرة لقينا عظمتها وحوايجها، ولا كرة ظلم عليها الحال وبان ليها شي ضغ وتبعاته حتى طاحت في دار الغول. عرفتي الغول اش كيدير؟ كيمص الدم ويفرس اللحم ويغزز العظم، وحتى عظيمتها وليدي ما غاديش تلقاهم. حرام عليك يا هاد المخلوق، تقي الله بنتي غبرات وما يتحمق لي ولد خويا اللي بقى ليا. نحمقو ياك هو حمق بلاش، وزيدو ما قلت عيب غير سايره نقطع ليه الياس باش ما يبقاش مهلوس. قولي سايره تهلوسي فيه وفيا، خرج عليا خرج عليا خرج عليا. خليني مكانه بنتي انا ولد خويا اللي قلبو على قلبي، اما انتي مرمتها ما محركه الكبده. Hey!
عمي دابا وليدي بصح رمانا كلا الغول. اسمع ولدي، رمانا حويت قول بهيبه، واخا طاح في الغول ديرها بيه وتهرب منه. عمي. نعم وليدي. عمي. نعم وليدي. هو الغول كيداير؟ هو كيقولوا هو عيني خارجين وحمرين، كياكلوا زنزر، ما يحن ما يرحم. ياكل لي كيشبه لمراتك عقيدة. ما نكذبش عليك، واخا انتي معفرة عليا وما دايرة ثقة وما مفيضة نية، خصنا نتفقوا وديري يديك في يديا. علاش غادي نتفقوا؟ واش من خديعة او التاني بانت لك فيا؟ خصنا نتفقوا قبل ما يفوت الفوت ويطيروا الزفوت والبهوت ويبان الصح، وسيدي صحت الليل يبات ما يصبح. عندك الصح، وهاديك رمانة طريقها كحلة ما كتجبد غير البلا، وما نعرفش من قدرة سلطتها علينا. كلامها حلا ولسانها سليط، يضحك الدبرة وتقلب الحجرة، حديثها معنى يتقود العمى وتوريه الطريق في الظلمة. ويلا مشع سيدي سحت الليل حتى ولا ينعس بحال الناس ويحلم، غادي يولي جالس وكيخمم. وبتخمامة غادي يتحلو عينيه ويبانو ليش لا تلقان قدامه. لا 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 لا، خاصنا الليله ندبروا لي على شي حيله اللي تجليها. في ليلتنا هذه ليله السعد والهنا، تفتح الورد ونبت ورقه الحنه، وشحال من عروسه وعروسه كتوجد فرسها وتسنى في سيدي طير الليل يختارها من دول البنات، وهذا ما تمنى. فبحال هاد الليله المباركه السعيده تقعد الميمون وتبدل حال با سلام اللي كان خدام غير في الجنان ديال مولاي احمد الحيران، اللي همو طير نعاسو من عينيه وزاد غمو وخلى حتى حاجه في الدنيا ما تحلاليه. اشنا هو هم مولاي احمد؟ همو الناعوره ديال الماء اللي عنده في الجنان، كل من سمع صوتها كيقول باللي راها مسكونه، وشي كيقول باللي تحتها مره مدفونه، ولكن كلام النعورة حتى واحد ما فهمه ولا قدر يفسره. واخا مولاي واعد اللي فرز لغاها بالعز والكنز. واحد النهار كان با سلام خدام في الجنان، وهو يسمعه كيتكلم مع دراعه اليمين، زاد قرب وطلق ودنه مزيان. انا اللي مازال محيرني هو داك معورة، صوتها ما هو خرير الماء ولا صوت شي مرأة، بحال شي نغمة حزينة حارف تفسيرها العلماء والطلبات، واحد ما قد يعرفاش تقول. إلا سمحتي يا مولاي أحمد، أنا على ما كيبان لي هذيك الأصوات غير تزياد ديال العواد وقنابل اللي ما محزومينش مزيان. شفت هاد الأيام تا واحد ما بقى يتخطر لهنا يعطي شي تفسير ولا شي معنى، ياك ما حبسوا الناس؟ لا يا مولاي، غير واقيلا يمكن قطعوا الياس. إلا كانوا قطعوا الياس أنا مازال ما قطعته. خرج البراح يتسارى من جديد في القبائل والدواور، يبرح ويقول باللي غادي نضاعف العطية مرتين. با واخد بدايل كاس داتاي. هبا ما البالك مشغول وحيران قام بغيت تاكل معايا كيف ما ملف. هماني انت يا بنيتي، نشوش عليك، بغيت نشوفك في دارك مع شي ولد الناس اللي يكون بيك، ولا لمت نخلي لك شي شويه من سخ الدنيا اللي تزيك على طول الايام. هبا
فضلي ورس مالي هو انت، الله يخليك ليا. شحال قد عايش لك؟ بطول عمرك. وزيدون ما عندك علاش تخاف عليا، انا نعرف نهز العطله ونحفر ونهبش ونغرس ونحصد وندرس. بغيتش يا بنتي نخليك في تماره، بغيتك تكوني لاله مفرشه الحرير، وحتى انت دايرين بك العبيد والخدام. ولو هبا اش جرى لك دابا كنتي تتكلم بحال هكا؟ من نهار خدمتي في جنان مولاي احمد تبدل حالك، ودابا حتى كلامك. عندك الحق بنيتي، من نهار دخلت لهاد الجنان وانا كنشوف واحد رزيق ساهل ماهل غيضيع ما بين يدينا. رزيق؟ اش من رزيق؟ مولاي احمد عنده واحد الناعوره في الجنان، صوتها فيه واحد النغمه ما فسروها طلبه ما فهموها علماء، ديما كيجلس حداه وكيقول هذا راه كلام ماشي خرير المولى ديال الحمام. وعد كل ما نفسر كلامها غادي يعطيه متقالو من الفضه، وكل ما وزن مول الحل من الذهب. هذا شحال، اما دابا زاد فرهان. وخرافه هادي، هذا غير مولاي احمد اللي فيه الوسواس. واه على النعوره فيها الروح ولا عندها لسان باش تكلم؟ الله يهديه. كل من سمعات يقول هذا كلام، وحتى واحد ما قدر باش يفسره. وهذا الشيء اللي شغل بال مولاي وحيره طول الايام. ايوا على هذا الحساب، ديني معاك حتى انا غدا نشوف. ياك مش حال هادي وانت تقول لي غادي تديني نزور جنان مولاي احمد. وباش من سبب انت غادي نديك؟ خاصك تعرفي باللي اللي تقدم تما وما قدرش يفسر كلامها كيحكم عليه مولاي باش يولي خادم من الخدم والعبد من العبيد. ولا عليك، غادي نلبس القشابه ونغطي شعري وندير براسي ولدك مشى باش يعاونك، ماشي عيب ولا حرام. وانا في الجنان نطلق لودن ونشوف بالصح واش النعوره كتكلم ولا هادي غير هضره وكلام وشنعوها الفم. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. وعباد الله واهل القبيله، وما تسمعوا مني غير خبر الخير، والقريب منكم يبلغ البعيد، والحاضر منكم يبلغ الغيب. كنبلغكم كلام سيدي احمد، قال لكم سيدي احمد راه اللي فسر لي كلام النعوره اللي عنده في الجنان كيضاعف ليه العطيه والهديه. وعباد الله وما تسمعوا مني غير خبر خير، قال لكم سيدي احمد واللي فسر لي كلام النعوره واللي عنده في الجنان كيضاعف ليه كلام العطيه اللي عنده. وعباد الله والجماعه وما تسمعوا مني غير خبر خير. عمي سلام ياك لاباس؟ لا والو باس، غير امي قالت لك صيفط ليها الفاهمه باش تعاونها تخمن معها الفراش وتحك الفضه والنحاس. جايين عندنا الناس. ما عندك زهره بنيتي، نهار بغيت نديك تجربي زهرك ها مرت عمك صيفطت لك الرقاص. لا انا ما غاديش نمشي لعندها. لا واحش ومالك يا بنتي، خليها مسكينه بوحدها وهي جايه عند الناس. با الناس يقولوا اضرب الكلب وراعي المولاه، واللي حشم منك وعطاك حيك وتفرشو راعي وخمم وحاول تكيس عليه. ما فهمتش الفهم، انا ما تنفهمش المعاني، قولي لي نيشان باش نوصلها ليها. اش غنقول ليها؟ وكلشي على عينيك يا برطال، امك بغات مني قرص وغطار الراس. هياش قول ليها ما جاياش. معذوره مسكينه ما عليها لومه، وزيدو مسكينه ما عندها بنات، وعمك كان معيشها في خنات وزاد كملها وجملها ملي خلى لي هذيك الوصيه اللي حر فيها العبيد والخدم، وبقات مسكينه وحدانيه. هبا هذاك راه تيسموه الناس العكز، انا باغديش لعندها، خليها دير فيها هذه النفس وتحيد منها شويه داك العكز اللي فيها. واه هي كانت شي وخر الكلام؟ لا هي راه قالت ليا الا سالت غادي تجي تعاونك. احتمشي وعباد الله، بنت الخدم حتى هي كبر ليها الشان تحل ليها الفم. وماشي الخطر امي، وانا انا اللي خسر ليا الخاطر، انا اللي تفش ليا في حنكي وانا اللي تبزديني.
أنا غادي تمشي تعاون عمي سلام. فاش؟ في الكسيبة اللي فات، الزريبة ولا فات، الزرع اللي فات، الفدان. نارا غتمشي معاه تكربل الغرس ديال جنان مولاي حمد. واسد عليا هذاك الفم وتسبحالك بحال باك احجار ويشدوه، تموت وتحيا ولا تعطي المسافه في دلومك. بالحق عبلاتي دابا نفرجك فيهم. امي انا نخمر الفراش وانا نحك الفضه ونحاس وانا نطيب ونعطي للناس، غير خلي عليك بنت عمي بالطيقار. شتي العزيب اللي ساكنين فيه اللي خلى المرحوم الله يرحم القبر وما خلى هاد الحصاد ندخلو للدلالة، وديك الساعة يشوفو فين يعزبو. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحوا لي بغيت نسقسيكم الله يخليكم. شين فحالك ولد الناس ونا ما غادي يعزبك حال وزيدون؟ حنا ما كانت سانكو صنهضنا ونكنا مع نزان وانا ماشي راجل وما نكمنا. لا بغيت نقول لكم انا غير ولد بحال ولد بحال نازل. انا بغيت غير نسولكم فين يمكن لي القلة لكم سكون فيهم. نانا منات صيدي ونانا بنت صيدي. لا للاكم الكبيرة اللي مربياكم ومربيا للياتكم. دادا ام الخير. داداكم ام الخير. وعلاش بغيتيها؟ بغيت نسولها بيني وبينكم وكلامنا يبقى هنا. النعورة اللي في الجنان شكون اللي بناها النهار الاول؟ واشنا هي قصتها مع مولاي احمد حتى ولات مشنوعه على طرف كل لسان؟ هادي كانانا عصيدي سمحنينا. ماشي مشكل اللي قلتوها ليله الا عليها. هادي كان صيدي كيف ما عاودونينا الناس نقدام كانت بكني صزنا ديال الصفصاف. صفصاف صفصاف ايه صزنا خضنا طوينة وعانية عنوصها مسبكة بحالينا تقول سيخوخة والندانية. واحد النهار كان صيدي ببات صيدي كانت صانة في الزنان ناكب فوق عودون بنقي فنحان داز من تحت الصفصافة شدت ليه في العمامة طيحتها من فوق ناسو ما نداز قدام الناس قالني هم هادك الصزنة زبنوها وهما يحسكوها من زدن. وكان با جدي الله ينحمو ويوسع عليه في هاد النهار. الله يرحمه ويوسع عليه. كان يبغيها حيت من نهار خناق في الدنيا حن عينو عنيها. هاد السيع ناس مسخاس بيها يقديوها مع نحطب وقالني هم يصوبوا منها نعونا هنا وهو يعلمها نغنى. ناني ناني سيدي زين سين سي سي بعد منا نتقفل عنينا سين. صباح الخير سيدي. اش كديروا نتوما هنا؟ واش ما عندكم لا شغل لا مشغله؟ لا ما قال لينا سيدي ونصيدي نصطبوا زناب الناعونه ونقيوها نحقس من دابا شويه غيبداو يزيو الناس عاود ثاني باش يفسنوس كتقول. ديك الناعوره مسكونه فيها جنيه زيزونه حتى واحد ما غادي يتفاهم معها ولا يفهم لغاها. يلا سيروا قضيو حاجه هضر الضيافه عامره. نعم خصكم تعاونوا دادا ام الخير. نعم سيدي. فيكتي واش بغيتي تخرجي عليا ولا راسك؟ كنت عند الناعوره. اش مشيتي تنعري فيها؟ ابا راه شكات عليا بهمها وسمعت بكاها. شت
هاد المقبوله هادي راه لا سمعك مولاي احمد غادي يقطع لك اللسان. راه ما كاين معزلين هذيك الناوره. واش هو كيبرك حداها كل نهار ويسمعوناها وانتي كتقولي الناوره كتبكي؟ هبا راه الناوره راه ما كتغنيش، راه كتبكي، راه حزينه وشكات عليا بهمها وبغمها مسكينه. غتخرجي عليا وعلى راسك. شوفي زيدي قدامي، ما بقات لا هضره ولا خدمه، ولا اني انا اللحمه قديت في كراسي صحابك فاهمه زعما. زيدي قدامي. ظهر لي ما فاهمه والو بنيتي، غير انا امك الله يرحمها مقلد فهمنا، سميناك الفاهمه. وثق بيا با، راه الناعوره دوات معايا وفرزت لي الكلام. نعسي يا بنتي وهنينا، الضحك ماشي مع مولاي احمد. ورا ما تنكذبش عليك با، واش انا عمري كذبت عليك؟ هو في الحقيقه انت مطيوره وشويقيه، ولاني ما فيكش الكذوب. واشتي ودابا اسمع ليا وثق بيا، انا بنتك وانت باك. انا نبغي لك الاداء. الناوره كتقول انا اللي كنت صفصافه كتفوح، الرد في الرجال الروح، وسخط عليا بات سيدي وليت نكبل مبلوح. اش هاد الكلام كتقول يا بنتي؟ وراه الناعوره اللي كتقول. ودابا با غير سير عند مولاي احمد وقول لي هادشي وما تخافش. انا اللي كنت صفصافه كنفوح ونرد في رجال الروح، سخط عليا بوت سيدي وليت نكب الماء باللوح. هاد الكلام مولاي صحيح، كنتي مازال صغير، كان مولاي الله يرحمه على عودو كيتسارى، دازمت تواحد شجرة في الجنان وهو يقبط له فرع منها في العمامة ديالو وطاحت. مولاي زعف بزاف وآمر باش يزبروا الصفصافة من جدر ويصيبوا منها لوح الناعورة. ما عندي ما سالك، غناك الله. عطاو الدب والفضة وزنوه وكرموه، جمعوا القبيل والدواور وخبروهم بلي هاد المسكين غنى الله. أفين كبرطال؟ فين غبرتي عليا كحولي تساعدي؟ هذا هو العوين. عييت خليتها شويه ومشينا عيط للفهمه تجي تعاونك. تعيط للفهمه تجي تعاونني؟ شفتيها جات حتى الليله اللي كانوا عندنا فيها الضيفان. وكرا نسات هاديك تنسى، ينسى ربي من رحمته. ولا كرا عييت، الجنان ديال مولاي احمد كبير، اتحرك وتبورد فيه العودان. هذاك هو سهمها، خلاتها مولاتها، وجه الحمالة حمالة وجه الشريط شريط، خلات على تحك النحاس والفضة وتدي مازال من الزردة. راك شتي الخير وبقى عم دفق، ومشات فين تضرب تمارة وتكربل، وملي ترجع لخيمتهم تعشى بالفتاة البيت. وعمي سلام مسكين ما بقات عنده صحة، والجنان ديال مولاي احمد ماشي صغير، وراه خاصو العوين. عمك سلام خاصو العوين، وميمتك ما خاصها عوين، وزيد تغسل لما عن محد الماء باقي سخون باش يحيد منهم اليدام. وعدك تهرس ليا شي ماعه وراني نغضب عليك ما غضبت على الكويش فبنت سلام. يلا زيد سربي زياد تبارك الله. با با جات معايا ياك؟ جات معايا جات معايا. الله
فين غنخبيو هادشي كله؟ با وخليني نشوف انا شويه عافاك. يا حليلي واش تبا كنتي كما بغيتي يقني ياك؟ خفت بنتي خفت خفت كنا بقات مرحوم الله يرحمها وتشوف لالا الفهمه فين وصلتنا مسكينه الله يرحمها كانت تعيط عليك هي مره سيقه الله يرحمها مسكينه. با عرفتي اش غنديروا دابا؟ لا 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 قبل ما هادشي كله بغيتك تعاودي ليا كيفاش عرفتي القصه ديال الشجره والناوره. بعلمك وقرايتك وبقدرك وقيمتك وشطارتك وفهمتك حتى هي وما فرستي من كلام الناعورة حتى حرف. حشومة حشومة وعيب يجي شيباني هارف خارف ما قرا في مسيد ما يعرف يكتب في اللوح ويفسر المولاي ويطير رزيق من بين يديك. صافي بركة لا تزيديش حتى تي عليا. انا عارف اش غادي ندير. لا تقولها يا بريطيل الا كان هاد الكلام يصير تقول فيه بالصح رانا نهبل ويخرج ليا العقل. وعلاش امي راه بالعكس راه خاصك تفرحي وتسعدي وتحمدي الله اللي هديت مولاي احمد خرجت في عود عمي سلام. وعمي سلام الى تغنى تغنينا ويلا تز تزينا. ايوا وجه لغبينا الى مشى عمك وبنتو تتزاهم الله وغناهم علينا راه ما بقاوش يتلفتوا فينا. ايه مالهم غاديين ان كورونا؟ ايوا لا قلتي لا زيد نجربوا يلا نمشيو اليوم الخطبه. لمن عليك المصغوب. قرات كير فاهمة هرياتي. مرحبا بيك واهلا. ايوا واش قلت يا سي سلام؟ انا ما عنديش لسان اللي يقول لكم لا. وا برطال راه ماشي بعيد على الفاهمة راه ولد عمها من لحمها ودمها. عندك الحق لالا حتى اللي خمم مضرب حسب الخوا والدم حرام ينسى الخير ونكر الاحسان ما تحجل لي ملح ما يقر فيه طعام. وهذا هو الكلام والله العظيم يا ودي سي سلام لك تعرفك راجل ونص. عمي هي دابا صافي غادي نضرب لك حلف البيض غير نعلموه للقبيله. لا لا وليدي لا مازال انا ما نقدر نعطيكم حتى شي كلمه تنتشاور مع الفاهمه. وعلاش على كاينه شي كلمه فوق كلمتك وعلى بنتك غادا تقدر طيح بك ولا تقول لك لا؟ واش غنقول لك لا زرواله انا ما نعطيك ما نقلع عليك ولا كانوا مكتبين بعضياتهم في السماء ما كاينش اللي فرقهم في الارض. وهذا هو المطنون فيك سلام واخا خويا تشاور معاها وخذ بريها ومن بعد رد علينا يا بيا هي بالله. ولا لا عشمنا لا زرواله وانت شكل سخسي ولا تزيد قدامي زيد. بالسلامه عمي. زيد زيد بقيتي بلعمة زيد زيد خرج خليني نبقى شويه في دار عمي. وزيد تبعني وغيت لك الدل. عافاك امي خليني نبقى نلعب شويه مع الفاهمه. ويلي الغدايدي ويلي ويلي شبهتي بوك عافاه بالو زيد تبعني زيد زيد ويلي الحيكه مزيان تبارك الله تلات بك الايام يا زرواله تا ولي ردها وجهك سليليم. هادو يا الملوغم ها عاجبك لا معميمك؟ مالو عمي ما قال عيب. ياك ما قال عيب بنت خادم تاهي ولات حاجه وشان تاهي ولات بريها وشوارها عفا الله على سوق الغزل تدار الدفه والقفل. على لنا تسنات تشاور القبيله كلها ماشي غير باها. ايوا عرفتي اللي مشات بنت سليليم قالت لينا لا كيفاش غادي نوليو معها هل القبيله كيفاش غادي نوليو؟ يا مال شنو فيها خلاها مولاها ما طاحينا متقال ما لقينا متقال. وزيدون الفاهمه تاج راسي وعنايتي واللي بغى يموت يموت واخا تبقى غير بنت عمي بلا ما تولي مراتي. ياك الملوغم
سرح لك اللسان، الهضره ولات مقوده دابا ياك. وراني قايلها لك شحال هادي، راك شابه بوك، عدوكم اللي لومكم على دلومكم. جابك الله زروال باش تكوني من الحاضرين في هذا النهار المبارك مسعود. ياك لاباس. جايين عند سلام. السي سلام. ايه ايه السي سلام. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام. طالبين راغبين في يد بنتو لولدنا حموان. ومع من تشاورتو؟ كيفاش مع من تشاورنا؟ هالدري عندي راه قليل فاهمة، زايدين في نهار واحد وفي ساعة واحدة، قول راهم تواب. احنا مالنا سوقنا، عرفتوش يجيكم مليح بلا ما تصدعوا روسكم. الفاهمة تخطبات وغدا عندها ضرب الصداق. ولما انت خطبات ليا انا ولد عمها ما الفاهمة هبلت حتى تقبل على منو نخف حالك. اي واي واي وا سدي فمك وعرفي راسك مع من. ليه لا يحيك وليه لا يطول الزمن عليك يا شقو في الغسالة. شقو في الغسالة؟ واي 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 حربش قرب يا جي عندي لهنا. الا كنتي مرا مرا اسي عود بلا على الشيطان. امرك يا على الشيطان. امردو سوقاسي جابك الله سي طاهر، انت غادي تفرق بيناتنا، معروف عليك راجل معقول. اييه قولوا لي مالكم واش بيناتكم؟ حنا جايين طالبين يد الفهمة وتعرض لينا هذا. اش هذا هذا اش؟ حبس اسيدي حبس بلاتي. الفهمة بعدا راه هذا شحال باش راشمها ولدي وناضغه معاه شرك. ولدك؟ ايه. وسكن في ولادك؟ ولدي مدهون. مدهون؟ ايه. اسمح لي يا مولاي نطول ونقول لك لا تعطيش عقلك لغيرك. شيباني باين عليه خرق وهبيل، محال واش يكون فهم كلام النعورة. كون راه غير كذب عليك. وليني قصة تبا الله يرحمه مع الشجرة كاينة وصحيحة. كلامك هو الكبير، ولكن الشيباني ما يكون غير تصنط على شي حد اخر وسرق الكلام. محال واش يكون هو اللي يسمعه وفهمه. وحرام حرام باش ياخذ الهدية ومول الاقل يلقى الحل يبقى غافل. سيروا قلبوا لي على الشيباني جيبوا لي دابا. واسيدي نضربوا العود. لا واه نضربوا الطرب خراشو. عرفتوا واش يجينا مليح؟ نحضروا القبيله. وعش لي ما نسولوش الفاهمة وهي تقول لنا شكون اللي قبلت عليه فينا. حتى هذا راي، ولكن بواحد الشرط، حتى واحد فيكم يدخل عندها بوحده. غادي ندخلوا مجموعين طالبين راغبين يد الفاهمة، ونخليوها هي تعزل وتقول هذا. أسيدي الخطاب حدو من الباب، والشيخ القبيلة هما اللي دخلوا وردوا علينا الشوار. صافي متفقين الجماعة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ايوا سيدي ميعادنا ورا العصر عند دار شريف ان شاء الله. السلام. السلام. يلا زيد ولا كلام صح. اش داريك الفهمه ها؟ واه الخطاب مزيدين عند الباب وزهر هذا. تقعد الميمون مره واحده. تقعد الميمون طمعوا ما يديروا كان علاه بهم يخطبوني انا ولا هاد الخير اللي عندنا. خلتها مولاتها قبح حمو مزين فمو. يقول يا بنتي اش درتي انتي دابا في من تفات خاطرك؟ ابا انا راه ما تفى خاطري غير لما هزينا خيرنا ورحلنا من هنا. بلاتي بلاتي شي واحد من الخطاب رجع. بلاتي ابا تسنى هذا ما بان ليه تقن ديال الخطاب. اوه ديال من غيكون الا ما خفت نكذب هذا تقن ديال المخزن. المخزن انا غنتخزن. هادو رجال مولاي احمد. واش بغاني تاني؟ شكون كاين باك هنا؟ كاين باك سلام. اه كاين. شكون بغاه؟ بغاه مولاي احمد. واش عرفتي علاش ارسلت ليك؟ لا نعم سيدي. شكيت في صدقك وبغيت نعرف واش انت اللي سمعتي كلام الناعوره وفهمتي اش كتقول، ولا شي حد اخر فرز لك كلامها وانت سرقتيه وجيتي عندنا فسرتيه؟ في الحق نعم سيدي ماشي انا اللي فهمت هنا ولا سمعت شكا. وشكون بنتي ذكيه والبيبه
سمعت كلام الناورة وفهمته وليا قالتو باش نجي نبلغو لك نهام سيدي. اشنو سميت بنتك؟ الفاهمة. نعم سيدي الفاهمة. بلغ بنتك الفاهمة وقول ليها باللي مولاي احمد بغاك تحضري ليه خيط من الماء. واخا نعم سيدي. اش غادي نديرو دابا بنيتي؟ با وبا شوف هاد الثوب شحال زوين، غادي نفصل لك منه واحد الجلابه ولا حتى شدير. لا لا هذا حسن. لا لا هذا ها. وخصك تمشي للحاج باش يبداو يعيطوا ليا بنت الحاج سلام. لا حول ولا قوه الا بالله. الناس في الناس والقراف مشيت الراس. انا كنفكر في الغرب وهي كتفكر في الشرق. الله يهديك بنتي، فكري معنا في هادشي اللي قالنا مولاي احمد. تعملي غنجيبوا لها الخيط ديال الماء. هبا راه ما عندك ليش تهز الهم، هذاك غير مزاح ديال مولاي. عرفت اش دير؟ رجع عنده وقول ليه بنتي بغاتك ترسل ليها كبه ديال السحاب قبل ما يتسربوا خيوطها شتا، ومنها تغزل لك خيط الماء. وعاد بسلم مسكين بين صهداين بلغ كلام بنته وهو كيقفقف خيفان ليكون تبع ري الفهمه وغير كيخرف. تبسم مولاي احمد وامر باش يزيدو جازيو الشيباني على الباب تبنته برحبه ديال العنب وجنان ديال الرمان. تغنى بسلم والفهمه وزاد تغيرت الحاسد ورجع كيحرش مولاي احمد عليه. إلا كانت بنتو البيبة كيف ما كيقول وتستاهل هادشي اللي وهبتيهم، عندي ليه واحد اللغز. أما هو؟ طلب من باه يجي مكسي عريان راكب ماشي لابس في رجلو النعل وحفيان. لا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. لا 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 هاد مولاي احمد بغى يحرر فينا هاد الهديه اللي عطانا، ولا وقيله تندم مع الحال. ما عنده ما يحرر فينا، شتا با هذاك غير شي منغاز عنده في القصر. ومالنا بنتي على هاد العيشه؟ نردوا لي مالو بقاو في محلنا هانين مع روسنا. ويلي يابا، وعلى مولاي يرضى ترد له الهديه غادي غير جبد علينا المحل. ونعنو اشنو المعمول؟ صافي غير كون هاني، غدا تمشي مكسي وعريان راكب ماشي ولابس النعال وحفيان. الفهمة بنت سلم غادي ترجع بحال ديك الايام. الخير غادي يرجع لماليه والدوحة مول الخيام غادي ترجع ما تكسب ما تعلم. ولا قالت بلي هي قابلة تتزوج بيا؟ نقول احنا لا حقه ما حقه تازين مخطاته الاولى. لا لا وهم نديروها باينه نضحكوا فينا القبيله ونقول لك حتى حنا كنا ناويين غير الطمع. واللي قال شوك حمار فيها الفايده يغسها وجنيها. فهمي كلمه واحده نقولها لك، بنت عمي هذيك لحمي ودمي وانا راه ما ندوزها سواء عندها سواء ما عندهاش. وسير تبعها دابا تنفعك. عرفتي اش يجيك مليح؟ انا راه ما غنخلي بومارت ما ورث شي داكشي اللي خلى المرحوم. غادي نوهب صدقه ورحمه على القبر وما خلى وما نموت حتى ما نخلي لك تسمره باش تنقي سنيك. أنا مولاي راكب ماشي شبكة فوقي مكسي عريان حاشاك
البلغة في رجلي وما شافيان. ما عندي ما نقول، الفهمة بنتك جمعت الفهمة كلها، ودابا شرط انت وقول لي شنو بغيتي نعطيك. ما بغينا والو. لا ما سيدي، ما خصنا حتى خير، الله يطول لنا عمرك. ومشات ايام وجات ايام، ومولاي احمد بغى يتزوج، وهي طاح له الفهمه في البال، ورسل مرسولو عندها للدار. شكون هادو؟ رجال مولاي احمد. اش حب الخاطر؟ جايين نبلغوك امر مولاي احمد. اخبار الخير؟ الله لا يسمعنا ما يخلعنا. بغاك مولاي تحضري لعندو في الحين. ها ما يمكن ليش يا سيدي، حيت خير مولاي وفضلوا لي يدفق علينا، خلى الناس طامعين فينا حتى ما بقينا شي نحسوا بالامان. هذا علاش يا سيدي ما يمكن ليش شي نمشي معاكم ومالين الدار غايبين. رجع عند مولاي وقول ليه مرات عمي زرواله مشات تفك الروح من الروح، وبا مشي يسقي الماء بالماء. ايوا ولد عمي برطال دخل سوق الهم مسكين. معليش معليش، عذرها مقبول واخا كلامها ماشي مفهوم، ولكن يا مولاي هادي ولات حاسبه الكتف مقدين. لا لا، الفهمه ما غاديش تجيب صارتها علينا، هاديك عارفه اش كتقول، ما يخطاها صواب ما يتوراها معقول. وزيدون غادي تحضر هنا تفسر لنا كلامها وعلاش ما جاتش مع المرسول. ورسل مولاي احمد رجالو جابوا بوت الفهمه وطلب منه باش بنته قدامه تحضر. جات الفهمه لدار مولاي احمد وتلقاو ليها بالحليب والتمر وقدامه جلسات باش تفسر له الامر. مرات عمي مشات تفك الروح من الروح، يعني مشات تقبل مرة حاملة غادي تولد. واش معنى باك مشى يسقي الماء بالماء؟ مشى يسقي الدلاح. نعم سيدي، وكيف كتعرفوا كلكم سيدي الدلاح اكثر من نصو غير ما. زيدي كملي الفهمه. ايوا ولد عمي برطال دخل سوق الهم مسكين، يعني تزوج. على الزواج هم؟ هم عند قليل الفهم. نعم سيدي. ما فهمتش. ولد عمي برطال تزوج بمرأة شطليها الفهمة بلا قياس. على الفهمة عيب؟ الفهمة نعم سيدي عند المرأة نقمة، والرجال الفهمين كيختاروا الزواج مرأة قليل تعرف ولا بكمة. وخرجت الفهمة من باب واسع، ومولاي احمد على الزواج بها تراجع بعد ما فهمته باللي غادي يندم الى تزوج بمرا كتفهم. وعاشت الفهمة هي وباها في الهنا، ونساو عشت القهر والمحنة، ومشات خبرتي من واد الواد، وانا بقيت جالسة مع ولد الناس الجواد. اللي بغيت نعرف انا هو شنو دات هاد الشيطانة سيدي سحت الليل. قولي ليا، واش هادشي اللي كنشوف علم ولا انا سايره كنحلم؟ هاتي قيبية الا ما درنا ليها شي حيله اللي تجليها علينا غادي تهدم كاع داكشي اللي بنينا شحال من عام. عرفت
حياتك غادي تجيك مليح. الا عرفنا حنا اللي جليناها غادي تقلق علينا. خصنا نديرو ليها شي حيله اللي تخليها تسمح في كل شيء او تمشي وليها لا يطمي عليها. احياني هي لقات الدفا ولهنا عاد مازال تمشي لك من هنا. أمانا وبرطال سا وحديت وحديت واوا وش لا كلام سا وحديت وحديت واوا وش لا كلام حكي ما ومثال ما محفوظة في الواح ما مسمى بقلام ما محفوظة في الواح ما سممها زمام سمعوا ردوا البال سعدات الليل والمعنى يا وافهم الكلام سعدات الليل والمعنى وافهم كلام الاقدام الله يرحم من قال الله يرحم من قال لي ما قرا في كتبه ما زال تعلموا لي لي ما قرا في كتبه